مونوريل. ايوه احنا المونوريل بالمناسبه كان بيعبر في محور 26 يوليو اللي جنوب المحطه من هنا بحاجه قليله قوي. عدلنا مسار المونوريل مخصوص عشان المحطه، لان المونوريل كان متخطط من قبل المحطه. لما عملنا المحطه وبقت واقع عدلنا محطه المونوريل اللي كانت بتروح على 26 يوليو محور 26 يوليو، خليناها تيجي من هنا الاول وبعدين بعد كده تروح على محور 26 يوليو، عشان اللي عايز يركب المونوريل ويروح حتى اقرب محطه في وادي النيل او ينزل من وادي النيل يركب الخط الثالث ويروح كل انحاء مصر الجديده والعباسيه ومحطه عدلي منصور يركب ويروح. طب المترو، في المترو هنا محطتين للمترو في منطقه وادي النيل اللي هو المترو الخط الثالث، اللي عايز يركب يروح اي حته برضه في القاهره او يروح العاصمه الاداريه الجديده هيركب المترو من هنا. طب كده بس؟ لا، ده احنا كمان عاملين اتوبيس تردولي بي ار تي زي الاتوبيس التردولي اللي هيبقى على الطريق الدائري، هياخد الناس من هنا اللي مش عايز يركب المونوريل او اللي مش عايز يركب المترو وعايز يروح ميدان الجيزه. لو عايز يروح ميدان الجيزه هيركب المترو من هنا الخط الثالث يروح ميدان الجيزه، ولكن لو عايز يركب الاتوبيس مش عايز يستنى يروح لحد محطه المترو هيلاقي اتوبيس تردولي هيمشي مع محور الفريق كمال عامر الناحيه الثانيه، هيلاقي في نفق يخرجه من هنا من المحطه يعدي الناحيه الثانيه يركب ويروح كل انحاء القاهره. المحطه معموله مدروسه بشكل كويس جدا. محطه انتوا حضراتكم دخلتوا محطه رمسيس، محطه سكك حدير مصر اللي في رمسيس، ودخلتوا هنا مساحه دي تقريبا ثلاث اضعاف تقريبا محطه ان لم يكن اكتر شويه محطه سكك حدير مصر اللي موجوده في ميدان رمسيس. المحطه هنا تقريبا المنطقه كلها 57 فدان، منها مبنى المحطه بس لوحده 30,000 متر مربع، يعني حوالي 7 أفدنة من المساحة الكلية. طب الباقي فين؟ الباقي فيه عاملين ورشة جرارات، عاملين ورشة عربات ومخازن وكل حاجة، كل مطالب السكك الحديدية هنا موجودة، عاملين جراج ومول تجاري كبير جدا في المحطة هنا، عاملين جزء استثماري كده مجموعة من العمارات موجودة على في مسار السكك الحديد القديمه اللي هتبقى ملغيه، عاملين لا عاملينها برضه مستغلينها نعملها نشاط برضه اداري وتجاري وسكني، عشان نقدر زي ما قلت قبل كده وده موضوع مهم جدا، عشان نقدر نعظم مواردنا ونقدر ما يبقاش موردنا الاساسي هو ايه؟ التذاكر، عشان لما نيجي بنحتاج مصاريف زياده بنضطر نغلي التذاكر. طب احنا عشان ما نغليش التذاكر كل شويه بنحاول نتوسع في الاستثمار، اي قطعه ارض فضاء غير مطلوبه للتشغيل، تاني بقول اي قطعه ارض فضاء غير مطلوبه للتشغيل، يعني ايه غير مطلوبه للتشغيل؟ يعني مش هعمل فيها سكه زياده، مش هعمل فيها ورشه، مش هعمل فيها محطه، مش هعمل فيها حوش، ده مطالب التشغيل. لو اي ارض فضاء موجوده بنحاول نعمل لها استغلال استثماري بالاضافه طبعا لبيع الخرده والكهنه والاعلانات وكل الكلام ده اللي الناس بتقول لنا ايه؟ انا عندي فكره، ايه اللي عندك الفكره؟ عايزين نعمل اعلانات للسكه الحديد، طب ما ده موجود. طب عندي فكره، عايزين نعمل استثمار على السكه الحديد، طب ما كويس ما ده موجود. اذا احنا بنحاول نعظم موردنا، عشان كده الفراغ اللي هينشا بعد نقل الخطوط الحاليه الى المكان الجديد، كل ده هيبقى فيه مجموعه من الابراج السكنيه الاداريه التجاريه او عمارات سكنيه اداريه تجاريه، وتحتيه ايضا جراج. انتوا لاحظتوا ان انا كل شويه عمال اقول جراج، تحت المحطه في جراج، في تحت العمارات يبقى في جراج، ده بالعكس كمان، ده احنا بتوجيه من سياده الرئيس واحنا بنعيد صياغه احنا كحكومه بقى كلنا، انا ومعايا وزير الاسكان زميلي وزير الاسكان وقعدنا مع دوله رئيس الوزراء خططنا جراج متعدد الطوابق ايضا في منطقه ارض محصوره كده بين محور 26 يوليو الجديد وبين المحطه، هنعمله جراج متعدد الطوابق، فيه بدروم، فيه عربيات ملاك وعربيات صغيره، في دور ارضي عشان الاتوبيسات والعربيات الكبيره، ثم 4 ادوار اخرى وده الارتفاع المسموح به في المنطقه عشان يبقى برضه جراج متعدد الطوابق، بحيث ان ما نخليش عربيه واحده سواء عربيه صغيره او عربيه كبيره اتوبيس يعني او تاكس يركن او ينتظر في الشوارع في منطقه
محطه سكك حديد مصر في منطقه بشتيل بالكامل، عشان ما نبقاش احنا جينا هنا وعملنا ازمه مروريه. بالعكس، احنا جينا عشان نحل الازمه المروريه في ميدان رمسيس.